طب هسألكوا سؤال ممكن الواحد يحب وهو مش واخد باله انه بيحب؟ لا. لا طبعا. اه انا اعتقد ازاي يعني؟ اه ده الحب ده حاجه كده بتشقلب كيانك. لا ما انت يعني في نماذج انت ممكن تلاقيه ايه؟ حتى مش في الدراما بس، النماذج في الحياه. بتلاقي مثلا انا شيري دي اقرب حد ليا. وانا ببحث عن حب. مم. ماشي؟ فجأة انا مفيش الحب مش لاضم معايا اه واللي جنب دي اللي انا مش واخد بالي منها اكتشف ان ايه ده لو غابت عني بتوتر طيب يعني متوطل. بيعلن عن وجوده الحب لا ما بياخدش لا باله في الاول مش واخد بالي ايوه مش بس مش هتفضل كده كتير لا هتعرف طبعا. وتتاكد بعد فتره ما هياش طويله طبعا أنا. ايوه طبعا يعني طبعا. هت... هتاخد بالك هتنتبه اه بس ممكن نحب واحنا فعلا مش واخدين بالنا أيوة, أيوة. فاكره انه مجرد اهتمام وانشغال و... وانه عاده واعتدتي على وجود فلان لكن أوه. لا بعد شويه الحب قوي جدا لغه قويه قوي يعني ما ده أنا مش هعيش طول عمري انا مش مش غافل عن الحب طبعا مش هتعيش طول غافل طبعا